السلام عليكم ورحمة الله. الخوت كي دايرين؟ نمسى عليكم بخير، صحة، عائلة، طويرات، من تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يسر الأمور للجميع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا واش تعاودوا الخوت كلشي مزيان؟ كيدير الخوت مع الولاعة؟ كلشي بخير، الله يحفظكم جميعا ويسر أموركم يا رب. إيوا انتظر. وعليكم السلام ورحمة الله. إلينا انتظر الخوت حتى يدخلوا إن شاء الله. روتي اليوم إن شاء الله الخوت. المياه عندي الخوت تتبدل يوميا. اليوم ان شاء الله نقول لكم اش نعطيو كمية ان شاء الله. اليوم يوم ديال النظافة. النظافة تكون غير سريعة. غير النظافة سريعة الخوت هذا هو اللي كاين. انا نبدل لهم الواقي. نبدل لهم الورق اللي كاين في القفص. دائما الخوت تأكدوا المشربية ما فيهاش البراز، لأنه إذا كان فيها البراز الخوت فالطير حيتصاب لك بالكوكسيديا. بسم الله. احنا مع الطيور الخوت، احنا مع الطيور. شي معلومات ان شاء الله حنقولها اللي حتفيد الخوت هو اللي كاين. مسألة ديال الامراض، مسألة ديال الأمراض الخوت هذا هو اللي كاين. تحياتي الإخوة داخل الوطن وخارج الوطن، تحياتي لكم من هذا المنبر. دائما مثل تدخل على الطيور الخوت لا بد تنزيل المياه هذا هو اللي كاين. غير سمحوا لي الطيور ما نعطيهم شي حاجة. اليوم غير مطهر كبدي هذا هو اللي كاين، مع بعض الخلطة ديال الموربيد ان شاء الله الخوت اللي نوريها لكم. خويا مصطفى شرف. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا الطائر النعار نقول الصراحة ما عنديش واحد الفكرة عليه. داز عندي واحد فاش كنت صغير، هادي تقريبا عندها شحال ديال الوقت أخويا. ما عمرني ما هو من فصيلة السسكن، هو من فصيلة السسكن. فصيلة السسكن هذا هو اللي كاين الخوت. الموسم ديالو هو
والأكثر ديال الأوقات تهاجر المغرب والجزائر وحتى تونس تهرب من الأجواء الباردة، وكاين شي بعض منهم تبقاو سبحان الله العظيم. واحد الأنثى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنا غنوريها لكم. يلاه شفتها، مرحبا ألف مرحبا. هذه تقريبا رابع بيضة حطات هاي في الأرضية، شتوها الخوت هاي في الأرضية، سبحان الله العظيم. يعني تهرست راها مشقة، والله إلا رابع بيضة هذا الموسم. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. يعني شديت لها بيضة وحدة ديال الخضاري بلاتي نجبدها، الله إلا يلاه دخلت عندهم. أنا صحابني سالات من البيض، حطات تقريبا ثلاثة البيضات حطاتهم، هذه رابع وحدة حطاتها. قاعد تشوف الشقة سبحان الله العظيم، وتطيحهم في نفس المكان سبحان الله العظيم. ويعني فرخات عندي هذه الأنثى السنة اللي مضات، هذه الخضري هات شوف، هذه مشات هذه البيضة، هذه ما عندي ما ندير بها، هذه قدر الله ما شاء فعل. يعني تقريبا ثلاثة البيضات اللي طاحوا، البيضة الأولى سبحان الله العظيم حطاتها في العش، وهاد البيضة هذه ديال الخضري مع التفاحي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله، الله يعودنا خير إن شاء الله. البيضة الأولى عطيتها لواحد الأنثى ديال الكناري إن شاء الله طري عليها، وحنا نشوفه إن شاء الله. هذا هو اللي كاين اليوم، حنعطيهم مطهر كبير ديال الخوت، مع نخليو الأسئلة تل من بعد الخوت إلى ما كان حتى شي مشكل، باش نوريكم يعني الروتين اليومي. وعليكم السلام ورحمة الله خويا سيفو، بارك الله فيك اخويا مروان، نهارك كبير اخويا، ربي يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله فيكم جميعا. صباح الفل مينا، كيفك؟ شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ ياسر أهلا أخي، ربي يحفظك اخويا ويسر أموركم. الهاجين ديال 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 النعار، كاين اناس اللي تيقول لك عقيم، وكاين شي اناس يقول لك ليس بعقيم. يعني تقريبا الخوت تكونوا عارفينها هاد القضيه هذه، الاكثريه ما عارفينهاش. يعني حطوا السسكن الاخضر مع السسكن مع النعار، والاولاد ديالهم خرجوه ووضعوا مع انثى ديال الكنار. فهادشي علاش عندنا دابا عندنا الجاسب، عندنا كناري الجاسب اللون. بعيدة عليا هنا الفوق، ما نقدرش نمشي نجبدها باش نوريها لكم الخوت. فالجاسب كلشي تعرفها راه جايه من هاد الهاجين، هذا الشيء اللي كاين. الخوت الهاجين ديالو ليس بعقيم، يعني كاين السسكن اللي عقيم وكاين السسكن ليس بالعقيم، باش نعرفوا هاد الخوت هادي. ولكن السكلاب بد تعرف، يعني مثلا الا بغيتي يكون عندك سيسكن ليس عقيم، مثلا في السيسكن الاحمر الا وضعتيه مع الريد برونز ولا الريد فاكتور، فالسيسكن ما يكونش عقيم، الاناتي تيكونوا عقيمين. اما الذكور من بعد سنه تيفرخوا، هذا هو اللي كاين. وعليكم السلام ورحمه الله اخ مصطفى، مرحبا اخويا عبد الرؤوف. تحاول اخويا فسكا، حاول حاول اخويا، في هناك هاجين ديال النعار ليس بعقيم اخويا، حاول اخويا، التجربة تتبقى مفتوحة على الجميع. يعني غير نعار حطه مع انثى ديال الكنار، وحاول تحطه مع انثى تكون طفرة باش يعطيك هاجين جميل ما شاء الله. ما تحطوش مع شي وحدة خضراء، ولا حطوا مع شي طفرة إيزابيل ولا الآقة الخوت ولا الجاسب، حطوا مع الجاسب. شي معلومات على التفاحي خويا حمزة، بحالاش أخويا بغيتي معلومات على التفاحي؟
خويا سيفو نقدر ندير لهم دواء قبل موسم الانتاج؟ نعم خاصك لابد دير لهم اخويا الدواء الايفرماكتن ولا اي دواء اكزالت، اي دواء اللي باش يكون عندك واحد الموسم بدون فاش، لانه الفاش الخوت راه ماشي مزيان، راه ماشي مزيان، راه تيستريسي الطيور، تيستريسي الطيور و هانتوما واحد الأمتة ما شاء الله تتاكل الشيا. هادي هجين ديال تلا هجين، هادي طفرة ديال الخضر إيزابيل ما شاء الله، يعني تتقرب للطيور ديالك بهاد الأمور الخوت، غير الشيا هاهي رجعات عاوتاني لأنه الذكر ديالها ضربها. هذا هو اللي كاين دابا، الذكر ديالها تيبغي يحطها في العش، وهي ملي شافتني حطيت ليها الكودي بغات تجي تاكل. هاهو التفاح حتى هو ما شاء الله، هاهو جا باش ياكل من الكودي كما تطلع هدو الخوت. هذا ذكر تفاحي ما شاء الله، خير ان شاء الله الخوت. بالنسبه للفاش اخويا حاول حاول تعطي دواء ديال الفاش، يعني هذا يعني الايفوماك الايفرماكتن دير لهم نقطه ولا عطيهم ديال الشرب، هذا هو اللي كاين. قدر الله ما شاء فعل، اللهم امين خويا ياسر. الحمد لله على كل حال، فهمتي يعني بالنسبه للهاجين سبحان الله العظيم، يعني تيوقعوا شي وقائع بحال ما هكذا، وبالاخص الا كان شي هاجين اللي صعيب. الحمد لله، يعني هذه أول تجربة مع التفاحي والخضر إن شاء الله، ونشوفوا إن شاء الله هذا الموسم، يعني العش الأول مشى قدر الله ما شاء فعل، الله يعوضنا هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله. أخ زهير كيف حالك وحال طيورك؟ اللهم بارك لك ولجميع مربي الطيور، أتمنى موسم ناجح للجميع، اللهم آمين. وإياك أخي مهدي بارك الله فيك. هذا التفاحي أخ حمزة التفاحي، شنو المعلومات اللي بغيت تعرف اخويا؟ موسم التفاح يا اخويا يعني تقريبا في البريه تيفرخ تقريبا هو قبل من الحسون، بحالو بحال الخضاري، يعني عندك في شهر جوج، في شهر جوج تيكون داير العش. من ناحيه النظام الغذائي ديالو اخويا يكون متوازن، ما تكثرش ليه، حتى هو راه تيتصاب بالكبد، راه الطيور كامله حتى الكنار راه تقدر تقتلو الا عطيتي واحد الميكس اللي قاصع عليه. خل التفاح مره لمرتين في الاسبوع. مازال نهضر على هذا الشيء الخوت. وعليكم السلام ورحمه الله اخي عمر. يعطي المطهر اخي تستافدو، مطهر ديالاش اخويا ايوب؟ الاخ حمزه راه كتب لي، بقى يكتب لي شي معلومات على التفاحي. مرحبا، سولني اخويا حمزه ومرحبا اخويا. اللهم امين خويا، اللهم امين، احلى مع الطيور. تحياتي لاهل الجزائر حسين بارك الله فيك اخويا.